أخبار ومواعيد رياضية على الحياة اف ام. أخبار الرياضة على الحياة اف ام. اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بالحدث اليوم مندوبيه الشباب والرياضه بالقيروان نظمت حفل اختتام الموسم الرياضي 2021-2022 واللي دار اليوم صباح بمقر ولايه القيروان باشراف والي الجهه السيد محمد بورقيبه والمندوب الجهوي للشباب والرياضه بالقيروان رفيق بن عامر واللي شد تكريم ثله من الانديه والرياضيين المتالقين في جهه القيروان بالاضافه لجميع الاطراف المتداخله في المشهد الرياضي. اكثر تفاصيل يحكي عليها مندوب الشباب والرياضه بالقيروان رفيق بن عمرة. اليوم نختتم الموسم الرياضي 2021-2022 وهي كذلك فرصة معناها للاستعداد للموسم الرياضي الجديد اللي هو معناها إن شاء الله باش ينطلق بعد فترة قصيرة. أردنا الحفل هذا تتويج وتثمين للتتويجات اللي صارت على مستوى وطني وكذلك ربما بعض المشاركات المتميزة على مستوى دولي واللي معناها شرفوا ولاية القيروان وكذلك رفعوا الراية الوطنية. كذلك حبيناها فرصة باش نثمن مجهودات جميع الأطراف المدخلة في إنجاح الموسم الرياضي الفات من اللجنة الجهوية لتنظيم التظاهرات الرياضية وكذلك تكريم بعض ممثلي وسائل الإعلام اللي هم شريك فاعل معناها في إنجاح الموسم الرياضي وكذلك فرصة معناها باش نكرموا ممثلي ولاية القيروان في الهياكل الرياضية الوطنية اللي هم خير سفراء للرياضة في هذه الهياكل. محليا وفي الشبيبة الرياضية القيروانية غدوة باش يكون الموعد مع اجتماع حاسم بإشراف ولي القيروان محمد بورقيبة وبحضور العائلة الموسعة لجياسكا من رؤساء سابقين واللي باش يكون مخصص للإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية استعداد الموسم الرياضي الجديد. من جهة أخرى تم التأكيد أنه غدوة الخمسة متاع العشية باش تكون عودة تمارين فريق أكابر كرة القدم. أكثر تفاصيل يحكي عليها ولي القيروان محمد بورقيبة. شباب القيروان هي الحقيقة الوضعية نسكن نعرفها ونسكن تبع فيها في الشارع الرياضي. دورنا كسلطة جهوية بطبيعة لابد من التدخل وإيجاد حل ومخرج للهذه، خاصة احنا إن شاء الله معناها الموعد الرياضي باش ينطلق على قريب في كرة السلة وفي العديد من الرياضات الأخرى. المتفقين عليه أن نهار الأربعاء إن شاء الله الخمسة تنطلق التمارين بالنسبة لكرة القدم. إن شاء الله تم الاتصال بكل الرؤساء السابقين تحمل المسؤولية في الجمعية باش يكون عندنا جلسة معهم غدوة السادسة مساء بمقر الولاية بالنسبة للرؤساء الجمعية الكل، كذلك بعض الميسور الحال وعدد من اللاعبين القدام اللي عندهم بطبيعة التأثير لأن الظرف وضعية الجمعية بطبيعة على مستوى المادي وكذلك حتى الهيئة التسييرية كيفاش وهذه باتفاق الجمعية كل شاء الله القدوة للعشية نخرجوا بحل بطبيعة لوضعية شبيبة وخلينا نبنيوا مرحلة جديدة للشبيبة. ونعرفوا احنا الرؤساء ما تقابلوش عندهم برشا لكن غدوة فرصة باش نحكيه وكل واحد من تجربته الخاصة وشنو مساهمته لنجاح والعمل على انقاذ الشبيبة ورجعها المسار الطبيعي. نعرفوا تاريخ الشبيبة تاريخ كبير لكن الامكانيات محدودة وكذلك الجانب التأطير والإحاطة هو اللي ناقص شوية. ان شاء الله سنة نشوف وضع جديد وهي فرصة باش نسكن دعوة زاد لكل الميسور الحال وكل الناس اللي تحمل المسؤوليه باش يقوموا مع الجمعيه هذه في المرحله هذه الصغيره. في نفس الإطار ولي القيروان أكد أنه جياسكا باش تتمتع بالمنحة السنوية للولاية للموسم الرياضي 2022-2023 مع التأكيد على مواصلة دعم الشبيبة من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة المادية الحالية. التأكيد نسمعه مرة أخرى من عند ولي القيروان محمد بورقيبة. بالنسبة لمنحة الولاية موجودة معنا ما عندناش مشكلة، احنا نحب نوضح لهم أنا في 2019-2020 أول عام على رأس الولاية الشبيبة وصل أكثر من 350 مليون سلطة جهوية، 2021 أعطينا أكثر من 250 مليون، سنة زاد عنده منحة في حدود 200 ألف دينار صحيح ثم تسبقه الهيئة اللي كانت تتحمل مسؤولية في حدود 40-50 ألف دينار، مازال عندهم ميزانية بتاعهم، البلدية زاد عندهم ميزانية بتاعهم مازال ما عطتهمش، ثم بعض المستشارين زاد اللي باش يمكنوا من المنحة باش ننطلقوا الموسم الرياضي موجود لكن تو أعطينا الهيئة التسييرية إن شاء الله غدوة نضرب فيها وبعدين نضرب في الجانب المادي لتوفير الحد الأدنى من انطلاق الموسم الرياضي وكذلك زاد الانطلاق في التمارين اللي هو أكيد جدا في أقرب الأجيال يكون. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الاتحاد المنستيري وصل تحذيراته للموسم الجديد والإطار الفني الفريق ليسمو برمج مباراة ودية ضد النادي الصفاقسي باش تدور نهار السبت الخمسة متاع العشية بملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور. الترجي الذي تونسي باش ينطلق غدوة في طرابلس التحضيري في جزيرة جربة واللي باش تخلو زوز مقابلات ودية في طرابلس، هذا مباراة ودية أولى ضد اتحاد بن قردان يوم 26 أوت الحالي ومباراة ودية ثانية ضد اتحاد تطاوين يوم 1 سبتمبر القادم. منتخبنا التونسي للأصغر لكرة القدم باش يستهل اليوم مشاركته في كأس العرب لأقل من 17 سنة بمدينة وهران الجزائرية وذلك بمواجهة نظيره الليبي بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نذكر أنه منتخبنا التونسي متواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات ليبيا عمان والمنتخب اليمني.
نكمل مع كأس العرب للأصغر وبقية مواجهات اليوم الخمسة متاع العشية الإمارات في مواجهات السودان كيف كيف الخمسة متاع العشية مباراة الجزائر مع فلسطين وثمانية متاع الليل مباراة عمان مع منتخب اليمن. نواصل في الأجواء العربية ولحساب الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز الـ 4:30 متاع العشية سموحة يستضيف فريق الجونة والسبعة متاع العشية الزمالك في مواجهات الاتحاد السكندري. في كرة السلة منتخبنا التونسي الأكابر يواصل تحضيراته المشاركة في النافذة الرابعة من تصفية المؤهلة المونديال 2023 واللي باش يستهلها منتخبنا بمواجهة نظيره المصري نهار الجمعة 7:30 متاع العشية بقاعة محمد مزالي بالمنسير. وأكدت الجامعة التونسية لكرة السلة أنه دخول الجماهير في المقابلات هذم باش يكون مجانية. في كرة اليد منتخبنا التونسي واصل مشاركته في بطولة افريقيا الاواسط في رواندا وبعد انتصاره على انغولا بنتيجة 25-23 في الجولة الاولى. في اللحظات هذه منتخبنا يواجه منتخب افريقيا الوسطى في الجولة الثانية في مباراة انطلقت ماضي ساعتين بتوقيت تونس. خارج تونس وفي تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الموعد مع المقابلات المؤهلة لدور المجموعات 8 متاع الليل فيكتوريا بلزن التشيكي يستضيف كارباغا الأذربيجاني في نفس التوقيت بنفيكا البرتغالي في مواجهة دينامو كييف الأوكراني. نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة على الحفاظ على نشاط الدورة الدموية بالإضافة لتحسين عملية التنفس وإنقاص الوزن. هذا كل ما عنا في أخبارنا الرياضية. أجمل تحيات سيدة ترابلسي ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبورت أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة.